اتفاق تونسي ألماني ينص على استعادة تونس نحو 1500 مهاجر رفضت برلين دخوله. مفاوضات جنيف تنتهي والمعارضة تعلن قبول ورقة العمل الأممية. ألمانيا تلغي 3 فعاليات للحكومة التركية على أراضيها على خلفية توترات بين البلدين. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم إلى تفاصيل جولتنا. قالت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل إن حكومتها ستقدم إلى تونس مساعدات تنموية بقيمة 250 مليون يورو. وخلال مؤتمر صحفي في تونس مع الرئيس الباجي قايد السبسي، أكدت ميركل أن الإصلاح الاقتصادي والسياسي يحتاج إلى وقت طويل، مشيرة إلى أن هناك عملا وثيقا مع تونس في مجال مكافحة الإرهاب. وأشادت المستشارة الألمانية بجهود مصر وتونس والجزائر لحل الأزمة الليبية. قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن الأمن في ليبيا يساوي الأمن في تونس، مؤكدا أن العلاقة بين الدولتين تاريخية ووثيقة. وخلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكد السبسي أن المبادرة التي طرحتها تونس لحل الأزمة الليبية تعتمد على الحل السياسي. علائق مع تونس بين تونس وليبيا علائق قديمة وتاريخية، وأنا دائما أقول أن السياسة تحكمها الجغرافيا وتحكمها التاريخ، ولهذا يعني قضية ليبيا نجم نقوله إذا كان ثم أمن في ليبيا أو ثم أمن في تونس، ولهذا يلزمنا الحق والأمن في ليبيا ونتعاونوا مع الليبيين باش الأمور تمشي على أحسن ما يمكن. ونحن المبادرة اللي خليناها أساسا وأن الحل يكون حل ليبي. من جانبها قالت المستشارة الألمانية إن تونس وافقت على استعادة 1500 مهاجر تونسي ممن رفضت ألمانيا طلبات لجوئهم. وأوضحت في المؤتمر الصحفي الذي جمعها بالرئيس التونسي في العاصمة تونس إنه سيتم توزيع مساعدات على المهاجرين الذين يريدون العودة طوعا. من جانبه أكد السبسي أن تونس سترسل وفدا للتأكد من هويات من سيعود. تعد زيارة ميركل لتونس المحطة الثانية في جولتها بعد زيارة لمصر استغرقت يومين أجرت خلالها مباحثات مع رئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع ألمانيا، حيث شدد الجانبان على ضرورة التكاتف لمواجهة الإرهاب والتطرف. يومان كان مدة زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقاهرة، ولكن أثرها ستكون وفقا للمراقبين ممتدة على المستويات كافة. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حاسما في التأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أشادت به المستشارة الألمانية. كما أكد الرئيس أيضا على أن مصر تحترم القانون والحريات في إطار القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. من فضلكم راجعوا المنطقة وظروفها، وراجعوا الحالة المضطربة اللي بتمر بالبلاد دي كلها بالكامل، راجعوا الموقف بتاع الإرهاب والتطرف اللي موجود واللي بيقوم بعمليات ضد المدنيين وضد كل عناصر الدولة المصرية على مدى 3.5 سنين. ملفات عدة تطرقت إليها محادثات الجانبين في مقدمتها: تعزيز التعاون الثنائي والهجرة واللاجئين ومكافحة الإرهاب، فضلا عن أزمات الشرق الأوسط التي تؤكد القاهرة دوما حرصها وتبذل جهدها للوصول إلى تسويات سياسية لتلك الأزمات. الدول اللي بتدعم الإرهاب في المنطقة يجب أن ترفع أيديها عن ذلك، ويجب أن يكون موقفنا كلنا موقف واضح وحاسم، ويبقى لنا وجه واحد في التحدث أمام العالم في هذه المسائل. عبارات الإشادة والسعادة والترحيب كانت حاضرة في تصريحات المستشارة الألمانية التي ثمنت الجهد المصري وتطلعت إلى مزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين وتنمية حجم التبادل التجاري الذي تجاوز 5 مليارات يورو العام الماضي، مؤكدة على حرص الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها وتعزيز وجودها بمصر. ألمانيا تريد دعم برنامج صندوق النقد الدولي، والتزمنا بدعم بمبلغ 200
250 مليون دولار، وسوف نوفر مبلغ ثاني بقدر أيضا 250 مليون دولار في بداية سنة 2018. ويشير العديد من خبراء الاقتصاد إلى أن زيارة ميركل سيكون لها دورها في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في السوق المصرية، إلى جانب إسهامها في زيادة التدفقات السياحية من ألمانيا خلال الفترة المقبلة. قال نصر الحريري رئيس وفد المعارضة السورية في محادثات جنيف إن المفاوضات قد انتهت، واصفا إياها بالإيجابية أكثر من السابق. وأضاف الحريري أن المعارضة قبلت ورقة عمل من المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا تضم 12 نقطة حول العملية الانتقالية في سوريا، مؤكدا أهمية مشاركة الجيش السوري الحر في المفاوضات. وبالرغم من وصف الحريري للمحادثات بالإيجابية، لكنه عاد وأكد أن فشلها يعود إلى النظام السوري. قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا إنه يعتزم دعوة الأطراف السورية إلى جولة مفاوضات خامسة في جنيف في الشهر الجاري. وأضاف دي مستورا في ختام محادثات جنيف أن الهدف هو التوصل لمفاوضات مباشرة بين المعارضة والنظام، ولكن الأكد فعليا هو الاستمرار في مفاوضات غير مباشرة. كما أكد دي مستورا أنه لا توجد سوى جماعتين إرهابيتين فقط في سوريا، هما النصرة وداعش. ولمزيد من التفاصيل حول مفاوضات جنيف ينضم معنا عبر الهاتف الآن الأستاذ فراس الخالدي عضو وفد مؤتمر القاهرة بمفاوضات جنيف. مرحبا بك أستاذ فراس. مرحبا بكم. بداية سيد فراس، نريد أن نتحدث معك عن تلك المفاوضات رقم 4. هناك مفارقة بعض الشيء في حديث السيد الحريري الذي يصف المفاوضات بأنها إيجابية ويعود مرة ثانية ليؤكد على فشلها. هناك مفارقة أم هناك ضبابية إذا أردنا أن نسمي الأشياء بمسمياتها الصحيحة؟ يعني في الحقيقة أولا كي نكون واضحين، المرحلة هي مرحلة إجرائية وهي يعني حققت نوعا ما من التقدم البطيء وليس اختراق. وكنا نعلم جميعا يعني منذ البداية أن من المستعد تحقيق اختراق بهذه السرعة. ما يعنينا في هذه المرحلة من أن نعتبرها إيجابية من ناحية أنها بدأت تتقدم على أنها المرحلة الإجرائية للدخول في التفاصيل التي هي ستكون برأينا يعني ليست مرحلة سهلة أو مرحلة وردية، ستكون مرحلة صعبة وقد تكون فيها تعثرات يعني تشنجات أكثر من المرحلة الحالية كانت تدخل في التفاصيل بيننا وبين وفد السلطة. نعم سيد فراس، يعني نحن نعلم أن قطار المفاوضات السورية يعني مر بعدة مراحل أو بعدة محطات، منها جنيف 1، 2، 3 وأيضا محادثات أستانا وأخيرا جنيف 4. الدعوة الآن إلى جنيف رقم 5، هل ستؤتي ثمارها أم لا؟ يعني هو مجرد أن نحن هي مرحلة إجرائية، فالدعوة السريعة لجنيف 5 هي دعوة للدخول بالتفاصيل والتفاوض المباشر مع السلطة أو قد يكون غير مباشر مبدئيا. نعم. للدخول في الأمور التقنية والتفاوض حول الدستور والحوكمة والانتخابات، فإن شاء الله ستكون إيجابية. يعني هي بداية لطريق. نعم. كما قلت لك طريق لن يكون وردي، لكن يعني هو بداية يعني نعتبرها يعني محادثات تحضيرية لما بعد ذلك. نشكر الأستاذ فراس الخالدي عضو وفد مؤتمر القاهرة بمفاوضات جنيف، نشكرك جزيل الشكر. أفادت مصادر دبلوماسية بأن الاتحاد الأوروبي سينظم مؤتمرا دوليا رفيع المستوى حول سوريا بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع أبريل المقبل. كانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني
قد أعلنت في وقت سابق أن المؤتمر الدولي حول سوريا لن يكتفي بعرض التزامات المانحين بعد مؤتمر لندن الذي عقد قبل عام وتخللته وعود بتقديم أكثر من 10 مليارات دولار، بل سيكون مناسبة للمجتمع الدولي برمته للدفع نحو بدء الانتقال السياسي وعملية المصالحة وإعادة بناء سوريا. قالت وزارة الدفاع الروسية إن المستشارين العسكريين الروس خططوا لاستعادة الجيش السوري لمدينة تدمر، وأضافت الوزارة أن القوات الخاصة والقوات الجوية الروسية لعبت دورا حاسما في استعادة تدمر من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة إلى أن أكثر من 1000 من مقاتل التنظيم سقطوا بين قتيل وجريح في عملية تدمر. وكان الجيش السوري أعلن أنه استعاد السيطرة على المدينة التاريخية بمساعدة من القوات المتحالفة معه. في ليبيا تصدت قوات الجيش لهجوم إرهابي شنته سرايا بنغازي على منشآت الهلال النفطي في بلدتي التوفلية وبن جواد. وذكرت قيادة الجيش أن السلاح الجوي تمكن من تدمير آليات مسلحة تابعة لسرايا بنغازي، مؤكدة أن الهجوم تم دحره. القوات الجوية واصلت الضربات منذ صباح إلى المغرب، كانت ضربات قوية جدا، دمرنا فيها العديد، وهناك تقريبا حوالي 40% من آليات القوة المهاجمة تم تدميرها، تم تدمير تحركاتهم وقطع عليهم خطوط الامداد من الخلف، وهذا عمل كان عمل قوات المسلحة القوات الجوية العربية الليبية العمل النهاري. الآن وفي هذه اللحظات بدأ العمل الليلي الذي سيستمر حتى أول ضوء من يوم الغد بإذن الله تعالى. وفي اليمن أفادت مصادر قبلية يمنية بمقتل 8 أشخاص جراء الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع لتنظيم القاعدة جنوبي اليمن. وكانت طائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار قد نفذت ضربات جديدة على أهداف يشتبه أنها لتنظيم القاعدة، ونشرت الطائرات قوات على الأرض في منطقة الصعيد بمحافظة شبوة، واشتبكت مع من يشتبه أنهم مسلحون من التنظيم. إذن مشاهدينا الكرام مستمرون معكم، تكرموا بالبقاء معنا بعد هذا الفاصل القصير. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم إلى تفاصيل جولتنا. قالت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل إن حكومتها ستقدم إلى تونس مساعدات تنموية بقيمة 250 مليون يورو. وخلال مؤتمر صحفي في تونس مع الرئيس الباجي قايد السبسي، أكدت ميركل أن الإصلاح الاقتصادي والسياسي يحتاج إلى وقت طويل، مشيرة إلى أن هناك عملا وثيقا مع تونس في مجال مكافحة الإرهاب. وأشادت المستشارة الألمانية بجهود مصر وتونس والجزائر لحل الأزمة الليبية. قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن الأمن في ليبيا يساوي الأمن في تونس، مؤكدا أن العلاقة بين الدولتين تاريخية ووثيقة. وخلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكد السبسي أن المبادرة التي طرحتها تونس لحل الأزمة الليبية تعتمد على الحل السياسي. علائق مع تونس بين تونس وليبيا علائق قديمة وتاريخية، وأنا دائما أقول أن السياسة تحكم الجغرافيا وتحكم التاريخ، ولهذا يعني قضية ليبيا نجم نقوله إذا كان ثم أمن في ليبيا أو ثم أمن في تونس، ولهذا يلزمنا الحق والأمن في ليبيا، نتعاونوا مع الليبيين باش الأمور تمشي على أحسن ما يمكن. ونحن المبادرة اللي خليناها أساسا وأن الحل يكون حل ليبي. من جانبها قالت المستشارة الألمانية إن تونس وافقت على استعادة 1500 مهاجر تونسي ممن رفضت ألمانيا طلبات لجوئهم. وأوضحت في المؤتمر الصحفي الذي جمعها بالرئيس التونسي في العاصمة تونس إنه سيتم توزيع مساعدات على المهاجرين الذين يريدون العودة طوعا. من جانبه أكد السبسي أن تونس سترسل وفدا للتأكد من هويات من سيعود.
تعد زيارة ميركل لتونس المحطة الثانية في جولتها بعد زيارة لمصر استغرقت يومين أجرت خلالها مباحثات مع رئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع ألمانيا، حيث شدد الجانبان على ضرورة التكاتف لمواجهة الإرهاب والتطرف. يومان كان مدة زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقاهرة، ولكن أثرها ستكون وفقا للمراقبين ممتدة على المستويات كافة. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حاسما في التأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أشادت به المستشارة الألمانية. كما أكد الرئيس أيضا على أن مصر تحترم القانون والحريات في إطار القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. من فضلكم راجعوا المنطقة وظروفها، وراجعوا الحالة اللي مضطربة اللي بتمر بالبلاد دي كلها بالكامل، راجعوا الموقف بتاع الإرهاب والتطرف اللي موجود واللي بيقوم بعمليات ضد المدنيين وضد كل عناصر الدولة المصرية على مدى 3.5 سنين. ملفات عدة تطرقت إليها محادثات الجانبين في مقدمتها: تعزيز التعاون الثنائي والهجرة واللاجئين ومكافحة الإرهاب، فضلا عن أزمات الشرق الأوسط التي تؤكد القاهرة دوما حرصها وتبذل جهدها للوصول إلى تسويات سياسية لتلك الأزمات. الدول اللي بتدعم الإرهاب في المنطقة يجب أن ترفع أيديها عن ذلك، ويجب أن يكون موقفنا كلنا موقف واضح وحاسم، ويبقى لنا وجه واحد في التحدث أمام العالم في هذه المسائل. عبارات الإشادة والسعادة والترحيب كانت حاضرة في تصريحات المستشارة الألمانية التي ثمنت الجهد المصري وتطلعت إلى مزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين وتنمية حجم التبادل التجاري الذي تجاوز 5 مليارات يورو العام الماضي، مؤكدة على حرص الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها وتعزيز وجودها بمصر. ألمانيا تريد دعم برنامج صندوق النقد الدولي، والتزمنا بدعم بمبلغ 250 مليون دولار، وسوف نوفر مبلغ ثاني بقدر أيضا 250 مليون دولار في بداية سنة 2018. ويشير العديد من خبراء الاقتصاد إلى أن زيارة ميركل سيكون لها دورها في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في السوق المصرية، إلى جانب إسهامها في زيادة التدفقات السياحية من ألمانيا خلال الفترة المقبلة. قال نصر الحريري رئيس وفد المعارضة السورية في محادثات جنيف إن المفاوضات قد انتهت، وصفا إياها بالإيجابية أكثر من السابق. وأضاف الحريري أن المعارضة قبلت ورقة عمل من المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا تضم 12 نقطة حول العملية الانتقالية في سوريا، مؤكدا أهمية مشاركة الجيش السوري الحر في المفاوضات. وبالرغم من وصف الحريري للمحادثات بالإيجابية، لكنه عاد وأكد أن فشلها يعود إلى النظام السوري. قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا إنه يعتزم دعوة الأطراف السورية إلى جولة مفاوضات خامسة في جنيف في الشهر الجاري. وأضاف دي مستورا في ختام محادثات جنيف أن الهدف هو التوصل لمفاوضات مباشرة بين المعارضة والنظام، ولكن الأكد فعليا هو الاستمرار في مفاوضات غير مباشرة. كما أكد دي مستورا أنه لا توجد سوى جماعتين إرهابيتين فقط في سوريا، هما النصرة وداعش. ولمزيد من التفاصيل حول مفاوضات جنيف ينضم معنا عبر الهاتف الآن الأستاذ فراس الخالدي عضو وفد مؤتمر القاهرة بمفاوضات جنيف. مرحبا بك أستاذ فراس.
مرحبا بكم. بداية سيد فراس، نريد أن نتحدث معك عن تلك المفاوضات رقم 4. هناك مفارقة بعض الشيء في حديث السيد الحريري الذي يصف المفاوضات بأنها إيجابية ويعود مرة ثانية ليؤكد على فشلها. هناك مفارقة أم هناك ضبابية إذا أردنا أن نسمي الأشياء بمسمياتها الصحيحة؟ يعني في الحقيقة كي نكون واضحين، المرحلة هي مرحلة إجرائية وهي يعني حققت نوعا ما من التقدم البطيء وليس اختراق، وكنا نعلم جميعا يعني منذ البداية أن من المستعد حقيقة اختراق بهذه السرعة. ما يعنينا في هذه المرحلة من أن نعتبرها إيجابية من ناحية أنها بدأت تتقدم على أنها المرحلة الإجرائية للدخول في التفاصيل التي هي ستكون برأينا يعني ليست مرحلة سهلة أو مرحلة وردية، ستكون مرحلة صعبة وقد تكون فيها تعثرات ويعني تشنجات أكثر من المرحلة الحالية كانت تدخل في التفاصيل بيننا وبين وفد السلطة. نعم سيد فراس، يعني نحن نعلم أن قطار المفاوضات السورية يعني مر بعدة مراحل أو بعدة محطات، منها جنيف 1، 2، 3 وأيضا محادثات أستانا وأخيرا جنيف 4. الدعوة الآن إلى جنيف رقم 5، هل ستؤتي ثمارها أم لا؟ يعني هو مجرد أن نحن هي مرحلة إجرائية، فالدعوة السريعة لجنيف 5 هي دعوة للدخول بالتفاصيل والتفاوض المباشر مع السلطه او قد يكون غير مباشر مبدئيا. نعم. الدخول في الامور التقنيه والتفاوض حول الدستور والحوكمه والانتخابات، فان شاء الله ستكون ايجابيه، يعني هي بدايه لطريق. نعم. كما قلت لك طريق لن يكون وردي، لكن يعني هو بداية يعني نعتبرها يعني محادثات تحضيريه لما بعد ذلك. نشكر الاستاذ فراس الخالدي عضو وفد مؤتمر القاهره بمفاوضات جنيف، نشكره جزيل الشكر. أفادت مصادر دبلوماسية بأن الاتحاد الأوروبي سينظم مؤتمرا دوليا رفيع المستوى حول سوريا بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع أبريل المقبل. كانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني قد أعلنت في وقت سابق أن المؤتمر الدولي حول سوريا لن يكتفي بعرض التزامات المانحين بعد مؤتمر لندن الذي عقد قبل عام وتخللته وعود بتقديم أكثر من 10 مليارات دولار، بل سيكون مناسبة للمجتمع الدولي برمته للدفع نحو بدء الانتقال السياسي وعملية المصالحة وإعادة بناء سوريا. قالت وزارة الدفاع الروسية إن المستشارين العسكريين الروس خططوا لاستعادة الجيش السوري لمدينة تدمر، وأضافت الوزارة أن القوات الخاصة والقوات الجوية الروسية لعبت دورا حاسما في استعادة تدمر من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة إلى أن أكثر من 1000 من مقاتل التنظيم سقطوا بين قتيل وجريح في عملية تدمر. وكان الجيش السوري أعلن أنه استعاد السيطرة على المدينة التاريخية بمساعدة من القوات المتحالفة معه. في ليبيا تصدت قوات الجيش لهجوم إرهابي شنته سرايا بنغازي على منشآت الهلال النفطي في بلدتي التوفلية وبن جواد، وذكرت قيادة الجيش أن السلاح الجوي تمكن من تدمير آليات مسلحة تابعة لسرايا بنغازي، مؤكدة أن الهجوم تم دحره. القوات الجوية واصلت الضربات منذ صباح إلى المغرب، كانت ضربات قوية جدا، دمرنا فيها العديد، وهناك تقريبا حوالي 40% من آليات القوة المهاجمة تم تدميرها. تم تدمير تحركاتهم وقطع عليهم خطوط الامداد من الخلف، وهذا عمل كان عمل قوات المسلحة القوات الجوية العربية الليبية العمل النهاري. الآن وفي هذه اللحظات بدأ العمل الليلي الذي سيستمر حتى أول ضوء من يوم الغد بإذن الله تعالى. وفي اليمن، أفادت مصادر قبلية يمنية بمقتل 8 أشخاص جراء الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع لتنظيم القاعدة جنوبي اليمن. وكانت طائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار قد نفذت ضربات جديدة على أهداف يشتبه أنها لتنظيم القاعدة، ونشرت الطائرات قوات على الأرض في منطقة الصعيد بمحافظة شبوة، واشتبكت مع من يشتبه أنهم مسلحون من التنظيم. إذن مشاهدينا الكرام مستمرون معكم، تكرموا بالبقاء معنا بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بحضراتكم من جديد.
وإلى سياق النشرة مرة ثانية. تشهد مدينة العريش انتشارا أمنيا مكثفا في إطار حملة مكبرة لملاحقة العناصر الإرهابية. وبحسب بيان وزارة الداخلية فإن مديرية أمن شمال سيناء بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزية نشرت المزيد من القوات والكمائن الثابتة والمتحركة، فضلا عن الدفع بقوات التدخل السريع والبحث الجنائي خلال الحملة. وأكد البيان جاهزية القوات والاستعداد التام لمواجهة العناصر الإرهابية وتحقيق الأمن للمواطنين بربوع محافظة شمال سيناء. يرصد متحف السكة الحديد تاريخ كافة وسائل النقل على مر العصور. ويضم المتحف الذي أنشئ في يناير عام 1833 نماذج للقطارات البخارية وأدوات السكك الحديد وكافة الوثائق والمستندات الخاصة بهذا القطار. بمناسبة مرور عام على افتتاح أعمال تطويره، دعت هيئة السكة الحديد الجمهور إلى زيارة متحف القطارات ووسائل النقل المختلفة بمحطة مصر مجانا، الذي يعد نواة لمتحف عالمي داخل مصر. بيقدم المتحف للجمهور يعني ايه عراقة البلد دي؟ يعني ايه عراقة مصر؟ يعني ايه عراقة السكة الحديد؟ لأن السكة الحديد تعتبر ثاني سكة حديد على مستوى العالم بعد انجلترا طبعا. تم إنشائها في عام 1851. طبعا في نماذج موجودة من أيام افتتاح السكة الحديد زي ما أنتم شايفين، العربيات الملكية، العربيات اللي بتاعت الخديوي، القطارات المشطورة اللي باين للناس يعني ايه سكة حديد. المتحف بيتكلم على السكة، على النقل بصفة عامة من العصر الفرعوني للعصر الحديث، وبصفة خاصة على السكة الحديد. الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها ان متحف السكة الحديد بيعبر عن ماضي وحاضر السكة الحديد، وده مرآة بنعبر بيها، فعايزة الناس كلها تعرف تاريخ السكة الحديد. يرصد المتحف تاريخ إنشاء سكة الحديد منذ عام 1851، حيث يضم في جنباته ما يقرب من 700 نموذج ومعروض، إضافة إلى وثائق وخرائط جميعها تبين تطوير وسائل النقل المختلفة وسكة الحديد ثاني أقدم سكة حديد في العالم. تاريخ حاجة مهمة جدا، لأن لأي شخص ولأي مصري لازم يجي المتحف هنا ويتفرج. المتحف هنا يعني خرافي ورائع رائع. سبب زيارتي أن أنا قريت في الجرائد النهاردة أن في أول افتتاح لمرور سنة كاملة على افتتاح المتحف، فجيت أتفرج وأخد فكرة يعني. الماكتات حلوة قوي، والنماذج حلو، بقى النموذج الأصلي الصورة بتاعته موجودة، وتحتيه النموذج اللي هو معمول ماكيت ليه. دعوة لزيارة متحف سكة حديد مصر، المتحف الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. هذا الصرح وبما يحوي من معالم وبحوث ودراسات في شتى وسائل النقل في مختلف العصور، لكل منها دلالة وتاريخ. محمد عادل، أون لايف. ختام جولتنا الإخبارية الآن نترك حضراتكم مع اللقاء الذي أجراه لنا الزميل إبراهيم عزك مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق الموارنة على هامش مؤتمر الحرية والمواطنة والذي عقده الأزهر الشريف. فإلى هناك. مشاهدينا ومشاهدي أونلايف، أهلا بحضراتكم ورحب بكم في هذا اللقاء الخاص. بمشاركة وفود من 50 دولة احتضنت القاهرة على مدار يومين اثنين مؤتمر الأزهر الشريف وحكماء المسلمين الذي أقيم هنا، وشهدت فعالياته العديد من الجلسات النقاشية. شارك فيها رؤساء الكنائس الشرقية ومفكري الدين الإسلامي والمسيحي ورجال الدين المختلفين في المنطقة العربية. لذا مشاهدينا الكرام، دعوني أن أرحب وإياكم في هذا اللقاء الخاص مع غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة رئيس مجلس بطريرك الشرق الكاثوليك. أهلا بغبطتك، برحب بيك لأول مرة، بتشرفنا على شاشة أونلايف. أهلا وسهلا. الله معك، تحية كتير كبيرة. أهلا وسهلا لك وللمشاهدين. قبل ما تغادر القاهرة وتتجه إلى لبنان وعقب اختتام هذا المؤتمر الذي احتضنته القاهرة، هل أنتم مطمئنين على مستقبل الحرية والمواطنة في بلادنا العربية؟ انطلاقا من بيان الأزهر، هذا تولد لدى معظم كل الحاضرين، بل أقول لدى الجميع، أننا أمام مستقبل أفضل ووعي وإدراك، خاصة وأن البيان ركز على نقاط أساسية عالمنا العربي من جهة والعالم الغربي بحاجة إليها. نعم. وهي مفاتيح أساسية،
الإرادة الإسلامية المسيحية بالعيش معا. نعم. ثانيا مصممين معا على رفض الأصوليات، على إدانة العنف والجرائم التي ترتكب باسم الدين وهو منها براء. وإعلان أيضا رابعا في هذا البيان أن المواطنة هي لفظة أصيلة في الإسلام، وأنها هي البديلة عن كلمة أقليات، وينبغي أن تحذف من المصطلحات كلمة أقليات واعتبار المواطنة وانطلاقا منها إقرار، وهذا مبدأ الخامس، إقرار بالتعددية الدينية والثقافية والعرقية والاجتماعية، وهذا ما يضمن الحرية بكل مفاهيمها والتنوع والتكامل. هذا أقول أمر مهم وكبير للشرق، لأن هذا يعني انفتاح أكثر نحو التنوع. يعني غبطتك حدثتنا على البيان الختامي، دعنا أن نتحدث عن وقائع المؤتمر، وغبطتك شاركت الجلسة الرئيسية الأولى التي افتتحها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا طدروس الثاني. ربما أهم ما جاء في الجلسات التي انعقدت على مدار يومين اثنين، تقييم غبطتك لهذه الجلسات. كانت جلسات رائعة، لأننا سمعنا من كل الوفود والمتكلمون عددون، أنا ما كنت بدي عدهم، نسيت أن عدهم، لكن كنا نسمع كل يوم أقله 20 شخصا، أقله أو أكثر. الجميل في كل هذا أكان المتكلمون مسلمون أم مسيحيين، الجميل أنهم كلهم تكلموا اللغة واحدة. هذه اللغة الواحدة أغنت المواضيع التي هي بالأساس مواضيع الأربعة، ولذلك كنا نرى وكأننا متفقون، وهذا يعني أن هناك قناعات داخلية عند المسلمين وعند المسيحيين عبروا عنها في هذه اللقاءات. نعم، في نفس الجلسة غبطة البطريرك الافتتاحية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ألقى كلمة كان يعني جاء في هذه الكلمة على جميع المؤسسات الدينية مسيحية كانت أو إسلامية مواجهة ما يسمى بالإسلاموفوبيا. كيف تتصدرون لهذا المشهد بلبنان إذ كان ثقافيا أو اجتماعيا؟ أنت تعرف في لبنان نحن نعيش أحسن ما يكون فيما يختص بالعيش معا، مسلمين ومسيحيين، لأنه ليس فقط عيش على المستوى الاجتماعي، ولكنه أيضا منظم بالميثاق الوطني، ميثاق 43 الذي نادى بالعيش معا بالمساواة، ثم تنظم هذا الميثاق في الدستور وأعيد تكرارا في مؤتمر الطائف سنة 89، ما يعني أن في لبنان المسيحيين المسلمين يفصلون بين الدين والدولة مع المحافظة على احترام الدين. بمعنى أن الدولة اللبنانية لا يوجد فيها دين للدولة، ولا يوجد فيها كتاب ديني القرآن أو الإنجيل مصدر للتشريع، ولا يوجد فئة تحمل كل السلطة السياسية، ولكن فصلنا بين الدين والدولة واحترمنا الشريعة الإلهية وكل الديانات. نعم، غبطة البطريرك، اسمح لي، عقب اختتام وقائع المؤتمر حرص سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقبال عدد من البطارقة، وحضرتك كنت متواجد في القصر الرئاسي بالاتحادية. دار الحديث على أهم ما جاء في المؤتمر الذي نظم من قبل الأزهر والذي جاء برعاية الرئيس السيسي، كيف كانت أجواء الزيارة التي جمعت غبطتك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ نحن هنأنا الرئيس وشكرنا على رعايته لهذا المؤتمر، وهذه الرعاية كان لها وقعة في حياة ومسيرة المؤتمر. ومع الرئيس
كان التركيز على أهمية هذه النقاط، وكان يركز بشكل باستمرار على الوحدة الداخلية بين مكونات المجتمع المصري وبخاصة الإسلامية والمسيحية، وركز أيضا وكان سعيدا بأن المواطنة هي اللغة الأساسية مع رفض ما يسمى بالتعددية. وتكلم أن هذا المؤتمر يشكل بالنسبة لنا لهذا المجتمع العربي يشكل باب رجاء وباب تقدم كبير على المستوى التفكيري وعلى التطلعات. وأنتم تعرفون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو منفتح جدا لهذه التطلعات ومنفتح لهذه التعددية، ونحن شكرنا على كل ذلك. وكل مرة نستمتع، وهذه المرة الثانية نستمتع بسماع ما يتكلم به من القلب فيما يختص بخير العالم العربي، وما يختص خاصة ويردد باستمرار أن قوتنا في وحدتنا، وأنه علينا بوحدتنا أن نكافح التطرف والإرهاب. الزيارة الثانية كما أشرت غبطتك مع سيادة الرئيس، أعتقد الأولى كانت في ديسمبر 2015 حينما غبطتك زرت القاهرة لافتتاح الكنيسة المارونية الجديدة هنا، وليست الأولى من نوعها. بالحقيقة نحن نلاحظ أن مصر هي في تقدم مستمر بالرغم من الأزمات الاقتصادية اللي موجودة، ولكن نحن نرى كيف أن مصر واجهت الصعوبات الداخلية وكيف أنها استعادت هويتها، وكادت في الأحداث الأخيرة تفقد وهجة ثقافتها ووهجة حضارتها، ولكن الحمد لله بالشجاعة وبوحدة هذا الشعب استطاعت أن تتجاوز هذه الصعاب. أيضا غبطة البطريرك تسمح لي أن أنتقل إلى نقطة أخرى، وهي العلاقات الثنائية ما بين القاهرة وبيروت. في 13 فبراير من الشهر الماضي زار لأول مرة الرئيس اللبناني فخامة الرئيس العماد ميشيل عون القاهرة، وكانت هناك جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس المصري، ووصف كده أنها علاقات وطيدة، وجاء لتأكيد هذه العلاقات التي تمتد منذ آلاف السنين. كيف ترى العلاقات ما بين البلدين في ظل القيادة السياسية المصرية وأيضا في ظل القيادة السياسية الجديدة اللبنانية؟ هذا صحيح أن العلاقات بين بيروت ولبنان ومصر هي تاريخية وقديمة وترجع إلى قبل تكوين لبنان كلبنان، من هذا الشاطئ اللبناني المعروف بشاطئ الفينيقي. وعندما زار الرئيس العماد ميشيل عون السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحن رأينا هذا طبيعيا جدا وأسعدنا، لأن الروابط عادت على مستوى الرئاسات، وأنا حملت معي من الرئيس ميشيل عون تحيات إلى الرئيس السيسي وصلتها، ولما حملني هو أيضا سلامات وتحيات. نحن نتطلع من خلال هذه العلاقة الممتازة إلى مزيد من التعاون، على كل المستويات بين لبنان ومصر، ويوجد هذا التعاون التجاري والتبادل الثقافي هو حاضر، لكن نحن نتمنى أن يأتي أكثر، ولكن ما نتمناه أكثر، وهذا ما قلته بالأمس للسيد الرئيس. نحن في هذا المشرق فيما نعاني من حروب وويلات وتهجير بالملايين من أبناء هذه الأوطان، نحن بحاجة إلى صوته الشخصي وإلى صوت مصر، لأن مصر تشكل الثقل في العالم العربي. وفي هذا المؤتمر كثيرون رددوا هذه الكلمة: إذا مصر بخير عالمنا العربي بخير. لذلك نحن نتطلع إلى هذه الزيارة من الرئيس اللبناني للرئيس المصري فاتحة أمل كبير على كل المستويات، تتعدى العلاقات المصرية اللبنانية لكي تصير العلاقات مع كل العالم العربي. ولمصر دور أساسي، وقلته للرئيس أمس، لها دور أساسي بإعادة اللحمة
للجماعة العربية والجامعة العربية. صحيح، بالتأكيد نحن نتمنى ذلك. وعلى هامش هذه الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس اللبناني، تم توقيع عدد من الاتفاقيات في المجال التجاري والاقتصادي ما بين البلدين. نتحدث لإدارة مصر في ملف الإرهاب، وأيضا أثنى فخامة الرئيس اللبناني على الدور اللي بتقوم مصر في محاربة الإرهاب، مش بس على الأراضي المصرية ولكن بتساند بعض الدول العربية. وكيف يمكن التعاون أن يأتي ما بين مصر ولبنان في هذا الملف؟ أعطت مصر بالحقيقة كما قلت قبلا شعبا، والرئيس عبد الفتاح اللي أتى بجرأة ومسنودا من الشعب، كل الشعب، كيف توصل أن يكافح كل ما هو تطرف وكل ما هو إرهاب. هذا نحن أكبرناه، ما يعني أنه هذا الرجل يلعب دورا كبيرا مع مصر في هذه الحرب، ولبنان أيضا يقف سدا. نحن، أنت تعلم، على حدود بين لبنان وسوريا، مهددون نحن بداعش، والجيش اللبناني هناك يسهر على الحدود اللبنانية في الداخل وفي الخارج. نعم. ونحن تعرف لبنان منفتح من كل الجهات، وفيه بين فلسطينيين وبين نازحين سوريين حوالي أو أكثر من مليونين. نعم، غبطتك شرفتنا في القاهرة، ما ينفعش أنهي هذا اللقاء واسأل غبطتك رأيك في مصر. وكان في وقت في الزيارة بتروح جولة سياحية هنا في بعض المعالم السياحية في القاهرة، ولا الوقت كله كان مخصص للمؤتمر؟ لا، كنا لا في المؤتمر، لم يتسنن الوقت في ذلك. كنا يومين في المؤتمر. نعم. غنيين جدا جدا جدا. لا، واليوم نعود إلى بيروت، وأمس زرنا وكانت زيارات الأساسية للرئيس، للبابا توادروس، للكاردينال نجيب، وللبطريرك الأقباط الكاثوليك. نتمنى نشوف غطتك مرات تانية كتير في القاهرة، وبنتمنى لك بالتأكيد الوصول للسلامة للبنان. أنا أشكرك شكرا جزيلا، وأتمنى للتلفزيون أون كل الخير، وتحية كبيرة للمشاهدين. كل الشكر والتقدير لغطتك، شكرا جزيلا. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، هذا هو لقاؤنا الخاص مع غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة، رئيس مجلس بطارقة الشرق الكاثوليك. شكرا جزيلا لطيب المتابعة مشاهدينا، وإلى أن نلتقي، دمتم في أمان الله.